عمال يقلب في الشقه، ما انتش فاهم حاجه، مش عايز تفهم حاجه. والله حمار زلومه. هو زمان كانوا بيقولوا يا ابو زلومه. هو كلنا مش مجمع ان احنا نصور. هو مش محببين تصوير، ما عارفش ليه وراكنين مني. وقف كله. كيس فوق. وقف. بصوا طرح. اللي بيتكسف يلبس ايه؟ عشان ايه؟ اللي بيتكسف يلبس ايه؟ طرحة. صح؟ يلا وقف. واحد بتعب من الكلب اللي مش راضي يقف ده. عشان اللي بيدوس عليه مش راضي. صح يا حبوب؟ مش اللي بيتكسف برضه بيلبس طرحة؟ شوفك مكسوش تاني على كيسك طرحة. صوروا ايه؟ صح ولا غلط؟ ايوه بس كتبت امتى؟ هو ما يعرفش ان احنا نصور. سارح زي الحمار ابو تلات رجول. ما يعرفش ان احنا نصور. زي قرد الغيط. اقف وخلي. جبنا عايزين نعمل البياتة بتاعت الواد. يلا. الفيلة يقدم على البياتة. مش عارف اكل دلوقتي. بسرعة. طب يلا. كيف البتاع ده؟ نعمل ايه؟ مش هنعمل حاجة والله. العيشة. انا هحطهم في بعض وادخلهم. يلا. انا عايز افضي ده في عاوزيني بس لو ما انا عارفه يا ماما، بس بينا نتعامل مع ده. ده على ده. حطيهم في قلب بعض وزياده تطلع على حافه الشفه دي. احط الحاجه هنا؟ طيب. وبعد كملي ميه. حاضر. احط ميه كده؟ ماشي. دي كده بقت مين؟ سراب. سراب جدع يا سمير. الولد بقى بيحطوا له ايه؟ المفروض في بياده. بيحطوا له ابريق. ابريق. والبنت بيحطوا لها قله. عارفه القله؟ اه والله يا زلعه. ازاي عارفه الزلعه بتاعت وانا ماشيه الدله عامله القله؟ صح يا حاجه؟ نعم. مش البنت بيحطوا لها قله؟ ابريق. ايوه قله. والولد ابريق. والولد ابريق. اه عشان ولد فابريق بيصب الميه، لكن البنت قله بتصب فيها الميه. هو ده رمز، دي كلها رموز. لا ميه ويلبسوها للزيتونه من عندنا او بتاع برقع بتاع العرب مليان ذهب. ايوه. او كلدان، ويكون عند واحده عروسه داخله بلحم كلدان يظبطوها. اه. ما دي بقى انا عشان انا مخلف سراج فحاطط له بقى ايه؟ المسرجه بتاعت مسرجه النور. ايوه. ما هو بقى سراج اهو. اه. يبقى سراج نحط له المسرجه بتاعته. ربنا يا ابني يخليهم لك ويرزقهم ويحشهم كل امراض. المفروض ان دي كلها الحاسده والوحشه. ربنا يعزك. المفروض ان دي كلها بقى ايه؟ آه. دي كانت زمان بقى دي طقوس فرعونيه. اه. تخيلي؟ والله جد. ودي ما كانش بيعملها غير الملوك. اه. الملوك. وده بقى ايه اللي هو الابريق؟ رمز للايه؟ للخير. ده سبب وجود الميه، فاهم حاجه؟ ده مصدر الميه. او في حد بيصب من غير ابريق او كوز؟ هو احنا بقى ايه اللي يتحط له كوز يطلع بقى ايه؟ يطلع راجل كوز. واللي يتحط له ابريق بيبقى راجل قابل في الصرف. صح. ليش ما نعمل كده؟ احنا بقى بنحط له سراج بقى عشان يطلع بقى ايه؟ مضيء. عشان يطلع مضيء. ازاي الهام مضيء يا الهام؟ يطلع متعلم مثلا. متنور. ويطلع متنور. ايوه. يطلع بيفهم. كده تمام؟ الله ينور. كده حطينا السبع حبوب؟ كده السبع حبوب؟ ليه بقى السبع حبوب؟ برافو. ليه؟ لا معرفش. اشمعنى رقم سبعة؟ على عدد الأيام؟ هو مش عدد فردي وبس يا حاجة، ما هو الأسبوع كام يوم؟ سبعة. سبعة. ما هو سبعة والسماوات سبعة. أيوه. صح؟ صح. هي كل حاجه في الدنيا دي مبنيه على رقم سبعه، اللي هو رمز سبعه، اللي هو رمز ايه؟ ماشي يا سمير، خد حلبتكوا واقعد في عندي لما تبرد. خدوا وايه يعني؟ خدوا حلبتكوا وحطوها على الترابيزه لما تبرد شويه. معرفش اللي بيصور. لما تصوري معانا ده انت عامله معايا دور جامد. اقسم بالله عامله معايا دور جامد. يلا بينا. زودي الميه، ما هي لازم تتعبى ميه. يا بطل ما تشتركيش معانا في العمل القومي ده ليه؟ ماشي يا بطل. خليه يطلع يدلدل براحته، المهم ان هو يعبي ميه. زودي ميه. زودي. مش كانت في الصينيه دي عشان تشيل الميه؟ ما هي الصينيه اللي جواها هي هتشيلها. طيب. واحنا كده كده هنحطها مش هنحركها. طيب. بس نبقى نكملها ميه جوه براحتنا. لا هي كده مش محتاجه ميه. اه. اشمعنى النحاس بقى؟ كان زمان كل ده نحاس. اه. اشمعنى بقى؟ على يد الملوك مثلا؟ لا ده هو النحاس ده عشان النحاس معدن. من المعادن النفيسة الأصيلة. الأصيلة. آه. نحاس. احنا مش هنحط فضة ولا دهب بقى. زي بعض يا ابني. اتكل على الله قول يا رب. هو يا عم امسكي. طب افتحي الإزازة. طب لو في فضة دلوقتي تتحط دلوقتي؟ ايه؟ لو في فضة بعد ما هي الشمعة. بعد ما الشمعة تخلص تبدأ الفضية تترمي.
انا فاكره ده انا مجهزه فضه بعد الشمعه بتخلص. الشمعه دي بقى بالشمعه دي بتبات طول الليل في الاوضه اللي فيها العيل. انا باكل انت هتخلينا اخطئ الغم يا خاطر. تخيل عليا واحد يا جامد ريحه الزيت ده حجر يا حبيبي. ايوه مظبطه. طب تصور انا لا بصور الشمعه قشطه. طب وبعدين عايزين نثبت الشمعه دي بقى. ثبتها عايزين نثبت الشمعه دي هنحطها هنا. هتتحط هنا جنب البتاع ده. هتتحط هنا. دلوقتي بنولع الشمعه. ايوه. هو ايه الزيت ده؟ ده زيت العف. ده زيت زيتون. زيت ورد. زيت ورد الخيط جوه ما هو ريحته جميله. ليه بقى زيت الورد بقى؟ عشان الورد من الروائح الجميله طبعا. ريحه الورد دي ما تظهرش المفروض الا في الربيع. فالمفروض ان انت بتعملي كده علشان تمثلي ان هو ايه؟ ده ترميس كله على فكره. احنا بنعمل كله اسمها ترميزات. يعني ايه ترميزات؟ طقوس فرعونيه. فرعونه كانوا بيعملوا كده. هي كانوا بيعملوا دي رساله التوحيد اللي كانت عندهم للمولود. سمع طولك. هي دي المفروض طول الليل تفضل واقعه. لحد ما تخلص؟ لحق طب شيل المخده يا هند. ده في ناس لما هي عشان ما تقعش احنا بقى نعمل حساب. شيل المخده عشان نحط ده فوق راسه هنا. في ناس بقى هو فوق راسه. امال نحطه فين؟ على كومودينو. يبقى ينام ويبقى اتجاه راسه هناك. ماشي بس ما تحطوش كده على السرير. ماشي ممكن هو ينام بالمقلوب ونحط ده في الارض. ماشي ممكن ننام احنا. الصينيه تبقى ما بين الدولاب والسرير. الليله ننام بالطول احنا كده. الله ينور عليك تاخده. عشان تبقى واسع العيل الكومودينو دي فوق راسه. وابقى في النص. مكان الليل يريحكم. المهم بس في الاخر الشمعه لو وقعت ما تولعش في الاوضه. يا بنت الشمعه ربنا يستر. هبطت. اهم حاجه ان ايه؟ يا بنت الشمعه. ايوه اهم بس حاجه. بس بعد الشر لو ولعت هجي اجيب جرد الميه واتحرك. مين يا عم دي الشمعه قد ابويا وامي؟ يا رب يا ابني الشمعه دي مش هتثبت كده خالص. ده عاوز حاجه تتحط جوه دي كوبايه كبيره. لا لا تمام 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 يا حاج خلاص. نام وسيبها على كده كويس. ما اطلع هنا الشمع والمشكله. يا مش هتتحط لك كده بالوضع الوحش ده. انا حلقتها في الحلقه. طب حلو كده يا بس زي الفل. طب يلا بحلقها وصوريها. يلا هات لي فنجان من جوه يا سمير. فنجان؟ ماشي. لا روح انت يا يوسف. طب من تحت. هات لي فنجان. الصبح بقى تخلص الشمعه المفروض نقعد نرمي فضه بقى. كل اللي يدخل نفتشه. والله بجد كل اللي هيدخل افتشه في الفضه اللي معايا. واللي معوش فضه يجيب ورقه افكه له. ماليش فيه. اجيب شويه لقينا في 50 في 200 300 جنيه فضه. اي حاجه عشان خاطر دي القعده بتاعتها لو وقعت برده ما تعملش نصيبه. احنا مش ناقصين. حلو حلو وحلو عسل. وحاجه تاني كوبايه طويله. لا لا تمام كده. ده هي كده اتمسكت قوي. ودي كده البقيات بتاعت المولود بتاعت سراج. بتاعت اسمه سراج. مفيش حاجه اسمها مولود. انت اول مره تعمل بيت لا بس طه بيعملها بطريقه دي هويه شويه. يدي هوي بتاع الشمعه دي حلفه ما واقفه. شوفوا لي بقى حاجه ولا احطها بالشمعدان. دي هتبقى قصه. اثبتي بقى الشمعه اللي اثبتي على الحمص. ايوه الحمص استوى على فكره. ايوه وصل للترمس. بس والترمس عايز ايه؟ لو احنا قريب من الناس لما عايز شويه ادفع عليه. ممكن لو كنا هننام ادفع عليه الصحوه كام شويه. والله هي كبيره قوي بس ماشي. ماشي كبيره ولا صغيره احنا نشيلها على دماغنا. ماشي كده. لا لا سيبي دي سيبي دي ماما اهو عشان الكوبايه تقعد. طيب ايوه كده خدها كده ماشي. بس ريح بقى. تمام انا اوعى اللي امسك يا لا 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 امسك يا سمير. اوعى العكس عمال ينط تحت الكوبايه. العكس مش هيعمل لها حاجه. الاولى والبتاع بالوقت. يا ولاد الكلب بيقلبوها. ماشي ولا شيء كده. ده ايه ده؟ ده البتاع حالف عليا. ما عليه. يلا بقى استرها يا رب. لا كده احسن. يعني ما بقولش استرها يا رب. طب بقول لك على حاجه. ما تنقض جواها وتعملها. يا بنت استني. بس يعني. والله العظيم ما انت خارجه. بس. وهي كده اما تنزل هتكمل تحت. هات امسكها لك لما تخش تثبت. اه صحيح ده احنا. يا نهار ابيض. تعال. شفتي بقى لو قعدنا نثبت ساعه كنا هنعمل كده تروح مقلوبه فوقنا. طب يلا.
طب دي هتروح فين؟ حط على الكومودين. استر يا رب. اه اديني يا جماعه انتوا بتدبسونا ليه؟ في المغات يا لهوي حبه المغات اللي عايز اشربه يا حبيبي. يقول لي ليه عندك مغات يا ايه؟ مش كفتنا كده لما ايوه انت لازم تشيلي بقى. لا لا كان الهبل يشيل. انا هريس روح وانا واقفه كده. انا عارف ده. انا شلنا اهو رايحين وراها. حطيها فين؟ هنحطها فين بقى؟ فوق الدفاية. انا اشيلها. انت انا اشيل الحل اللي هناك. اوقف فوق الدفاية. ماشي انا ماشي. بس كده هتطلع في الهدوم اللي فوقها وفي الشقة كلها. ماشي ما ترفع على حل. قشطة يا زميلي. بص بس نحطها فوق الباسكت ده. ماشي. ولا نجيبها هنا؟ هنا الباسكت هنا. اجيبها هنا وتلفوا انتوا دماغكم هنا تناموا الناحيه الثانيه. اه بالظبط كده. طيب ماشي. طب بصور. طب اوعى بقى مرضيه عشان بعد ما نحطها ونولع بتاعه اقول لك ايه. حطها حط الدفايه يا ابني. مفيش في العيش. حط الدفايه يا ابني. شيل معايا الدفايه ما تغرقنيش بقى. سيبيها اودي فين؟ انت بترفعي كده هتقلبيها عليا. حطها في النص. بتاع حفله هتغرقني ميه. انتوا كنتوا حطيتوا ميه لما جبناها. ايوه كنا صبينا ميه عليها هنا. عاوزاها في الصينيه الواسعه اللي هي. معلش بقى انا بس مش هجيبها. انا افتكست. دكتوره يا رب على الافتكاسه بتاعتي دي. اوعى. اما تزق له شويه كده. كده؟ اهو. وصلنا. اهو. بس. ماشي. عشان الجبال. يلا مظبوطه اهي مظبوطه. هات يا عم. يلا. استر يا رب. يا رب استر يا رب دايما يا رب. هي كده حتى لو مالت كده مش هتزعق. ولا كل ما اخش حاجه ابص عليها. مين؟ دول هيقعدوا جنبيها. هو حد هيسيبها تفضل ولعه كده؟ لا. بس كده. والله ما احنا رايحين منك في حته. هي تفضل حميرة. اه. ورديات بقى. لا بس هي كده خلاص هي. اهو. هي الكاكا النص اهو. اه يا بلح. والليل راح والعيال ما تغنيش. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي على ابني. سمي سبع مرات خطين يا حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله باسمك يا رب. تكون عليك انت يا الله. اسراب بقى انهم. بس يسيبوه كده. فين الفلوس بقى؟ لا الفلوس دي الفلوس بعد الشمعة ما تخلص ولا دلوقتي؟ يا عم يا حاجة حط بعد الشمعة ما بتخلص. طيب اللي عايز يحط يحط. ليه بس ريح. لا بعد الشمعة ما تخلص زي ما انت قلت. ماشي. مش هتفرق. مش موضوع زي ما انا قلت. ماشي. طيب يا جماعة خلاص كده بقى. احنا خلصنا وحطيناها ايه؟ سراج نايم اهو وراسه الاتجاه ده. حطينا السبع حبوب. اتجاه ايه؟ اتجاه الشمعة. اتجاه الابن. اتجاه الشرق. اتجاه الشرق. شكرا لك يا سامح. انت كده صورت تمام يا ريس. صورت من ساعه ما كده وكده وكده. احنا كل البيتات اللي فاتت احنا صورناها. احنا ما صورناش البيتات اللي فاتت. احنا ما صورناش البيتات اللي فاتت صح؟ كده صح. كده صح. استنى عشان اروح انام عشان عندي شغل. انا عايزاها وهي كل الصوره واجازه. مين دي؟ نعم يا حبيبتي. سيبها بقى. انا كنت هنام واحتمال اروح الصوره. اول ما اروح خدت اجازه بكره. سيبها هي الشمعه دي كده بتاعتك. هتخلص بقى كل دي. خلص خلص. بتاع المضاد الحيوي. انا سراقه. ممكن تعوز كده بطني. طب هو فين ده؟ مش قادر. انا سراقة وابو لهب هناك. بص يا ابو لهب تعالى في الكاميرا. انا ابو لهب. انا اعمل ايه وانا سراقة؟ فين سراقة ده؟ كل واحد بصنيته. كل واحد بصنيته. انا We'll be right back.
مش عارفه قريبه القفه بس مش مشكله قشطه عادي. Yeah.
ايوه بيصور اهو. بيصور وحيد. واقف ويمشي ورا العروسه. يلا خش خش انت قرب انت قرب انت. خش انت تقعد هنا. تقعد ليه ما تقف جوه؟ طب ماشي فتحنا المزاد اصبر يا. طب حلو انا قصر الشربات اهو. ايوه صور اللي بيحصل ده لو سمحت. انت سامع دي الكورس لو سمحت اللي فات. ماشي يا جميل عشان اعرف نصور. تعالى تعالى عشان تعالى. تعالى افرجك من فوق. اتفرج من فوق. حاسب الفلوس تخش في عينيه. حد حد تاني؟ انا حط بقى. لولوها ايه السلك الازرق جدعه شيليه. الحمد لله اصبر اروق عليه. واخدك اميره. ايوه ايوه نحط له ورقه بنيه. نسخن المزاد شويه. ودي نسخن المزاد شويه. سي لا على فكره سي اهو ماليش دعوه. خش يا عم حط لاخوك يا حط لاخوك يا. اسمع كلام سمير. ايوه فين البونبوني والحاجه اللي هتحطها؟ صور يا كريم. يعني تعمل ايه دلوقتي؟ ماشي في الشقه. يا ماما الغربال ده ايه؟ بيستشهد يا ماما. استنى بس في حاجه جديده هنا في العادات والتقاليد لازم تتم. كملي يلا. هنعمل ايه؟ على قد ما هيكون في عيال تاني. انا هجري تفر الغربال على السلم. تمام على قد ما الغربال هيجري هجري. تعالوا تعالوا الغربال اتصد مش هبقى في عيال. وانا موافق. عايزين اجيب عايزين اجيب كام عيل تاني. استنى يا جدعان ده حوار حلو. ده حوار حلو هاتي ارمي لي البلكونه. صورني وانا برمي. مش ده زي فستان مش ده بتاع العروسه؟ مش ترمي مش ترمي يا ولاد انا رميته في البير السلم كده هجيب عيال كتير. يا ماما عمال اقول لك ما بيترميش. يا نهار اسود انا رميته على المنسلم عشان اجيب عيال كتير. يا ماما معلش تليفونك جوه. انا كاب تليفوني. ايه يا ماما كريم. ده انت قليل العجيبه. مش كفايه كده ولا ايه؟ امك علقت ولا ايه؟